ذلك أن أبناء هذا الوطن الأغر هم الأنصار، نعم هم الأنصار لإخوانهم وأحبائهم من كافة أرجاء الوطن، من أرجاء الوطن العربي الكبير. المهاجرين جاءوا إلى هذا البلد نتيجة ظروفهم، وكم نحن سرنا إليهم بخاطرنا، وكم استقبلونا في بلادهم، وكم تنعمنا بخيرات بلادنا. ألا لعنة الله على سايكس بيكو، ألا لعنة الله على كل من قسم هذه البلاد. كلنا إن شاء الله مسلمون، وكلنا إن شاء الله للخير فاعلون. فالمعطي محتاج أكثر من الآخذ، والمحتاج المحتاج للمال محتاج بالدنيا، أما محتاج الأجر فهو محتاج الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. أستاذي، جاء اليوم المبارك وفاء لدماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الزكية ليبقى وطننا الحبيب واحة أمن واستقرار. من الواجب علينا أن نقوم بأول شيء الدعاء لهم وقراءة الفاتحة لهم. أيضا قمنا بحمد الله ورعايته بتقديم 500 طرد، يحتوي كل طرد على الحرامات واللحاف والأحذية والملابس، تقدر قيمة كل طرد ب100 دينار، قدمتها جمعية الغراء عن أرواح الشهداء الأبرار. فكان الحفل رائع جدا، الحمد لله رب العالمين، تنظيم رائع، تسليم سلس بمشاركة 10 جمعيات من محافظتي إربد وعجلون، حيث استهدفت 500 أسرة فقيرة ومحتاجة، وتم التوزيع بشكل يحفظ كرامة الإخوة الفقراء والمحتاجين.